يكون عندهم كلمة على الملاعب والمشاهد الكلام. ملاحظة فقط طارق، تقول انتم ما تعرفوهمش، لكن احنا ما ريناهمش والشعب التونسي ما راهمش. معناها وقت اللي نتفرجوا احنا مراه، وكانك الملاعب اللي تصلح كان اللي فيها الاعشاب الطفيليه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي نخاف منه وكنا نقولوه قبل الثوره، نخاف لا تولي ارقام التجهيزات. لا 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 الملاعب لا لا. معناها ما دام ما ريناش وما فماش ملعب يتم منع. لا 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 مش لا 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 ما تكلمش هكا. لا ما تكلمش هكا، ما تقولش ارقام، ما تقولش ارقام. ملعب شو معناها ملعب سي طارق؟ شو معناها ملعب جاهز؟ هذوما حاضرين. خلي كمل وانا نعطيك الفكره. انا قلت لك نخاف، ما قلتش مش صحيح. قلت لك انا نخاف لتكون مجرد ارقام، لانه برشا ملاعب قالوا تعاملت الملعب لا فيه لا حجره ملابس لا فيه جرادان لا يمكن استغلاله، ومن بعد نجيو ما جينا باش نبنيو البقيه الا ما الغازون مشى. ما هذا هو ستاره، هذا هو الموضوع. احنا ما دانا ما رينا حتى شيء، تبقى بالنسبه لنا مجرد ارقام انه الخدمه، لكن ما تعرفوش سوقوا خدمتكم. كانت تقول لي صحيح رانا عملنا وهو موجود، سامحني طارق، ما تعرفوش سوقوا الخدمه اللي تخدموا فيها، لانه هذا لازمنا نراوح ونعاينوا. مازالت حتى نمشي انا هناك انجازات. انا نقول اليوم وانا نحب نرد على بعض الصحفيين اللي ما يحبوش مصلحه البلاد، وانا نقول يتامى زين العابدين بن علي اللي مسميهم، انهم دائما يقولوا ما شو عملت الوزاره؟ هاي هذا من 79 مخصلها 10,000 دينار وما عملوا شيء. تعال تعاقبوا الوزراء 20 وزير تعاقب ما عملوا شيء. نستناه حتى جاء الوزير الفلاني انه هو اللي فكر في لانه وزير رياضي يعرف ان هذا منبع وكنت يستفيد منه الفرق الكل، شوف الرياضات الكل الفرديه او الجماعيه. اليتامى هذوما قاعدين في الاستوديو، ماذا فعلت الوزاره؟ ومرينا شيء ومرينا شيء. يحبهم يتنقلوا ويشوفوا الملاعب في قبلي، الملاعب في تطاوين، الملاعب في الكاف وجندوبه، القاعات الرياضيه، المسابح. تعرف قداش من مسبح؟ 15 مسبح السنتين هذوما، يعني ما ثماش 26 قاعه رياضيه، فما 15 قاعه حضروا، 70 ملعب معشر. والله يعطينا اذا فما ناس عملت قبلها مرحبا بهم، ونقولوا احنا بالعكس فخورين لهذ الناس. لكن الناس اللي قاعده تكذب وقاعده في البلاتو وقاعده تنظر وقاعده ما تعمل شيء، هما نجموش حتى يخيطوا كيفاش يقولوا عينوا ابره في خيط، ما نجموش يعملوا شيء. احنا الحمد لله عملنا الكثير والكثير، احنا عملنا استراتيجيه، لان ما نخدموش، لان نعرف ان تونس تفتقر الى منشات. احنا عملنا استراتيجيه بتاع 3-4 سنوات وقاعدين ماشيين فيها. انا كيفاش نقولوا القاعده كيفاش القطار والكلاب تنبح، ما نعرفهمش. انا كان الحسد والغيره والنفاق ما يحبوش تونس تنجح. انا نقول اليتامى زين العابدين بن علي هذوما، وان شاء الله باش نلمهم في قريه وحدهم، ها، ومن بعد نعملوا لهم حاجه اللي ها بعض الصحفيين مش الكل، بعض الصحفيين اللي الجماعه هذيا مثلا، الجماعه هذه طلعت في وين انا تونس تونسيه، نحكي على المشاريع نتاعنا. شو يقول واحد من الاخوان؟ والله احنا ما شفنا شيء. شنو نحب نجيب لك الكندي باش تشوفه؟ اني قاعد في الاستوديو وتنظر، نجيب لك الكندي باش تشوف؟ تنقل معانا ويجي شوف. اللي يحب يعرف الوزاره اش عملت لازم يجي الوزاره وياخذ المعلومه، مش يبدا ينظر وحده قاعد في بيرو في الاستوديو، يجي مره في الاسبوع.